علي معلول، ننتقل لإمام عاشور وقصة إمام عاشور. في قصة في الزمالك في ميدلاند والعقد اللي اختفى، لكن في قصة تانية كبيرة جوه النادي الأهلي. طيب يعني عدد كبير جدا من جمهور النادي الأهلي تساءل وطرح التساؤلات بالأمس على عدم حضور إمام عاشور لحفلة النادي الأهلي أو حفلة تكريم النادي الأهلي. بالمناسبة رضا سليم كان موجود، رضا سليم وكل الصفقات الجديدة كانت موجودة، كريم نيدفيد، كل اللعيبة كانت موجودة إلا إمام عاشور. لذلك جمهور النادي الأهلي طرح العديد من الأسئلة والعديد من الشكوك طبعا أثيرت على عدم وجود إمام عاشور في الحفلة. قبليها ايضا كل اللعيبه كانت موجوده او اتصورت بالتيشيرت الجديد الا امام عاشور برده ما كانش في جلسه التصوير. فبدات يعني الكلام ده مش طبيعي، يعني لو الكلام الطبيعي ان انت جايب لعيب نجم صفقه سوبر ستار الغريم التقليدي بتبتدي تبروز فيها بشكل كبير جدا، بتبتدي تصدرها للسوشيال ميديا عشان تحقق منها ارباح وبيع تيشيرتات، يعني حاجات تسويقيه بشكل كبير جدا ما بتحصلش. فجمهور النادي الاهلي جمهور واعي شويه ومثقف شويه، فبدا يحاول او بدا يلاحظ ان امام عاشور بعيدا عن المشهد بشكل كبير. القصه بدات من ماتش حرس الحدود، وعندما انضم امام عاشور بشكل رسمي للنادي الاهلي جمعته جلسه خاصه بكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره، وقال قبل الماتش قبل اول ما تعادوا معاه تمام، قال له يا ابني احنا مش بتوع قصف جبهات، احنا مش عايزين نسخن جمهور المنافس علينا، احنا بنرد في الملعب، ما بنطلعش نرد على اي حته سواء في الفيديوهات او في الستوري او في الانستجرام او الحاجات اللي هي طالعه اليومين دول. فكلام كابتن خطيب كان حازم، نادي نادي عملي بالظبط، قال له كده نادي عملي، نادي بتاع كوره وملعب بالظبط. فكابتن خطيب كان حازم بشكل كبير جدا وقال له حاول تبعد عن الظهور يعني الكتير، ومنعه من ماتش او من حضور ماتش حرس الحدود تمام. ولكن ده ما حصلش. امام عاشور ممكن يكون ما استوعبش الكلام شويه، يعني راح حضر المباراه ونزل وشاور لكهرباء وعمل وسوى، وكان ترند اليوم اكتر من التتويج بالاهلي بالدوري اصلا. كابتن الخطيب استاء من الموضوع ده، كابتن حسام غالي استاء ايضا من الموضوع ده وطلب اعاره امام عاشور. كابتن حسام غالي عضو مجلس اداره النادي الاهلي طلب اعاره امام عاشور نظرا لان هو شايف ان هو مش هيبقى مولف على قصه النادي الاهلي او مبادئ النادي الاهلي، ولكن كولر وكابتن محمود الخطيب رفضوا ذبح اللاعب. ده امر قوي جدا انت بتقوله ده، خطير. في صدام ما بين كابتن حسام غالي وكولر والخطيب بسبب امام عاشور. حسام غالي شايف ان امام عاشور مش هيبقى لعيب مفيد للنادي الاهلي لان فكره خارج الملعب مش بتاع النادي الاهلي. كولر والخطيب شايفين ان هم يقدروا يسيطروا على اللعيب بشكل كبير جدا وهيجعلوا منه افضل لاعب خط وسط في مصر. فمن هنا حصل الصدام ما بين حسام غالي. ما حضرش امبارح بسبب القصه دي، لان كان في صدام بسبب الموضوع دوت. ولكن كابتن الخطيب طبعا ليه الكلمه العليا، وكولر طبعا فنيا فتمسكوا باللعب بشكل كبير جدا وشايفين ان هم يقدروا يسيطروا على امام عاشور الفتره الجايه. تمام، اذا امام عاشور غاب امبارح عن الاحتفاليه، غاب ايضا كابتن حسام غالي. واضح ان في خلاف ما بين كابتن الخطيب وكابتن حسام غالي على امام عاشور، على صفقه امام عاشور وعلى تصرفات امام عاشور. يمكن احنا طلعنا واتكلمنا وقلنا قبل كده ان امام عاشور لازم يبقى عنده ضبط نفس شويه، الامور مختلفه تماما داخل النادي الاهلي فيما يخص الالتزام، فيما يخص يعني التعامل مع السوشيال ميديا. ويمكن لسه امام عاشور مش مدرك الامر ده. هو ظهر النهارده في تدريبات النادي الاهلي، كان بيلف حوالين الملعب ويعني يعلن شو يكون الموضوع. دي كان امام عاشور وظهوره الاول في مران النادي الاهلي طبعا، صوره طبعا وفقا للخبر اللي قاله معانا محمد. بيخد فتره تاهيل لان هو عنده اصابه في العضله الخلفيه من ساعه ايام ميتلاند. فاداره النادي الاهلي او الجهاز الفني النادي الاهلي حاطط له برنامج تاهيلي وخلاص، هو بينتهي منه وهيكون في معسكر النمسا. يعني الامر بيد امام، يا امام يا اما الالتزام داخل النادي الاهلي يا اما الامور هتبقى فيها مشاكل وصعبه جدا جدا داخل النادي الاهلي. ايضا حفلة امبارح واحنا هنتكلم عليها شهدت غياب واحد من اهم عناصر النجاح في النادي الاهلي وهو الكابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد عبد الحفيظ غاب ليه امبارح؟ هو فيها شقين، الشق الاول هو طبعا زعلان بشكل كبير جدا. هو ما كانش بيتمنى ان هو يخرج بالصوره دي من النادي الاهلي، تاريخه 11 سنه او 12 سنه داخل هذا المنصب، مره واحده بتتخلى عنه بدون اي اسباب وبدون اي اجابات واضحه على اسئله الجمهور او على اسئله الناس الموجوده في الشارع الرياضي. الراجل شايف ان هو اتغدر بيه بشكل كبير جدا ومحبش الطريقه اللي مشي بيها، لذلك رفض كل العروض المقدمه من اداره النادي الاهلي لتواجده داخل النادي، ومن ثم رفض الدعوه اللي كانت موجوده امبارح في الحفل بداعي ان هو في ميلان في ايطاليا. طب انا عندي معلومه ممكن تاكدها لي او تنفيها لي، كان سيد عبد الحفيظ كانش راضي عن صفقه امام عاشور.
كان شايف برضو نفس فكرة حسام غالي، لأن على فكرة أنا عايز أقول لك إن سيد عبد الحفيظ وحسام غالي كان في بينهم صدام، ولكن هم اتفقوا على قصة إمام عاشور لأن هم شايفين إن هو دماغه بره، عقلية إمام عاشور خارج الملعب مش هتكون بنفس السيستم بتاع النادي الأهلي، فاللعيب هيواجه صعوبات بشكل كبير جدا. وشافوا إن فلوس بتاعت إمام عاشور دي كانت ممكن تتوظف في لعيب زي وليد الكارتي مثلا، لعيب محترف ويقدر يشيل نص الملعب ولعيب دولي، فكان في برضو صدام مع سيد عبد الحفيظ بخصوص صفقة إمام عاشور.